بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نبدأ بالدرس الجديد من دروس برنامج بريج ماكس. في درسنا هذا اليوم راح نأخذ فكرة عن المساقط وكيفية التحكم بمنظار خطوية. طيب، بالنسبة إلى المساقط، طبعا هذا الدرس راح ينقسم إلى جزئين. هذا الجزء الأول راح نتحكم فيه في المساقط، والسبب أنه أنا جاي أحافظ على الحجم الكلي للدرس من أجل رفعه على شبكة الإنترنت. طيب، بالنسبة إلى المساقط، مثل ما قلنا التحكم في المساقط يتم من خلال النقر على المسقط المسقط المطلوب، ومن خلال عملية النقر راح يتم تحديد المسقط المطلوب. أما للتغيير بين هذه المساقط بالنسبة إلى المساحة اللي شغلها كل مسقط، ممكن ننقر ونقوم بعملية سحب، وخلال عملية السحب هذه راح يتم تكبير مسقط معين أو تصغير مسقط آخر. أما للرجوع إلى حالتنا الطبيعية فننقر في منطقة تقاطع هذه المساقط بزر الماوس الأيمن، ونختار من عندها Reset Layout. Reset Layout. طيب، ممكن ايضا البرنامج يوفر لي اعدادات مسبقة للمساقط من اجل استخدامها، ويمكن الحصول عليها من خلال وضع المؤشر فوق المسقط والنقر بزر الفار الايمن. طبعا فوق اسم المسقط نقصد، لان لاحظ النقر في داخل المسقط راح يعرض لي قائمة مختلفة تماما. راح نضع المؤشر فوق اسم المسقط وننقر بالزاوية بزر الماوس الايمن، ونختار Configure. ننقر على Configure، راح يتم عرض الإعدادات المسبقة للمساقط اللي يوفر لي إياها البرنامج. طبعا لازم تختار تبويبة Layout، ولاحظ بإمكانك أنه تختار أي إعداد من هذه الإعدادات. لو اختاريت هذا الإعداد وراح أنقر OK، لاحظ كيف راح يتم عرض الأشكال. أرجع إلى من جديد وأختار أيضا Configure، وبإمكاني أنه أختار أي إعداد آخر، أو بإمكاني أختار هذا. طيب، وأيضا بإمكاني من خلال النقر على الاسم أنه أغير المسقط اللي راح يتم عرضه هنا، وأنقر OK. لاحظ تم تغيير هذا المسقط. نرجع إلى Configure، يمكنك اختيار أي إعداد يعجبك بحيث أنت تكون مرتاح إلى هذا الإعداد. أيضا لاحظ النقر بالزر الأيمن للفأرة راح يمكننا، ومن خلال القائمة فيوز، انه نختار المسقط اللي يعجبنا من جديد. لاحظ هذا هو المسقط. طيب، هذا بالنسبة الى التحكم واستخدام الاعدادات المسبقة للمساقط اللي يعطيناها البرنامج. ان شاء الله في الدرس القادم راح نتعلم على كيفية التحكم في طريقة رؤية وعرض العناصر، وذلك من خلال هذه الازرار اللي متوفرة هنا. ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق والخير إن شاء الله.